السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول فلاو نايت ما ديستما، ودائما في إطار التوضيح، وكما وعدناكم بأننا لن نترك الكهنوت ينشر الكذب ويضلل الناس، لأن الكهنوت عبر التاريخ كان دائما يكذب ويضلل الناس ويحنط العقول ويقوم بغسل الأدمغة بخطابات دينية رنانة حول قصصات وخرافات وخزعبلات حفظها من كتب التراث القديمة أساطير الأولين التي ألفوها في عهد الدولة العباسية، فهو علفها وحفظها ويرددها على الناس، يتجرعها على الناس في خطبة الجمعة وفي التجمعات الدينية وفي اللقاءات إلى آخره، وفي الفضائيات وفي الإذاعات إلى آخره. فالكهنوت لا جديد له، الكهنوت لا يفكر، الكهنوت لا علم له، الكهنوت لا يقدر على الحوار، الكهنوت لا يقدر على النقاش. لكن انتهى عصر التضليل وعصر التحنيط، انتهى وجاء عصر التنوير وعصر الوعي في هذه المجتمعات الإسلامية، كل المجتمعات الإسلامية والحمد لله، يعني من مصر والسودان يعني إلى المغرب، هناك وعي وهناك يعني صحوة وهناك يقظة كذلك. فالناس يعني سيستيقظون يعني من هذا التحنيط لأنه دام طويلا لمدة قرون وقرون. فالكهنوت له سلاح واحد معروف عبر التاريخ، عنده سلاح واحد، لأنه لا يقدر على الحوار ولا يقدر على يعني مواجهة الناس، ولا يعني لا فكرة له ولا فلسفة له ولا أي شيء، لا علم له. لديه سلاح واحد يستخدمه وهو التكفير، لما لا يعجبه شخص يكفره ثم يسلط الناس عليه، لأنه لما يكفر هذا الشخص فيصبح دمه حلال فقط، وأن الذي يقتل هذا الشخص الذي كفره الكهنوت سيدخل الجنة، سيدخل الجنة مع الحور العين. هذا هو فكر الكهنوت أيها الشباب، هذا هو فكر الكهنوت. فمنذ أن قتل الحلاج، وقبل الحلاج من الدولة الأموية مع الحجاج بن يوسف، يعني منذ أن قتل الحلاج إلى أن عزل ابن رشد ومنعوه من تدريس العلوم والفلسفة ونفوه إلى قرية يسكنها اليهود، والكهنوت يستخدم دائما هذا السلاح التكفير ولا زال يستعمله، لكن الآن سينهزم هذا السلاح، ولقد انهزم مع الدكتور محمد فايد. سلاح التكفير انهزم هذه المرة، انهزم وسينهزم إلى الأبد إن شاء الله، أكيد أنه انهزم وسينهزم إلى الأبد، لن يكون هناك سلاح تكفير في المستقبل إن شاء الله، وستعرض قضايا في المحاكم وسيحاكم الذين كفروا الناس الحجة، طبعا ستكون ملفات في المحاكم كذلك، لأن انتهى عصر التكفير التي عانت منه الأمة، وقتل أبرياء ذبحوا كما تذبح الأغنام، داعش وبوكو حرام الجماعات الإرهابية التي تذبح الأبرياء بحجة أنهم ملحدين وأنهم كفار وأنهم مرتدين. يعني وهذا السلاح يستخدمونه دائما، ويبيحون يعني الأرواح، يبيحون دماء الناس ظلما ظلما. هذا الكهنوت يستخدم دائما سلاح التكفير، ويلعن دائما الفئة التي لا يقدر عليها. هذا ما أريد أن أوضحه لكم جميعا، وفي كل البلدان الإسلامية، ليس في المغرب فقط، ليس في المغرب فقط. لا بد أن تستيقظ الأمة، لا بد أن تستيقظ الأمة، لا بد، لأننا عشنا قرون محنطين، ولا يمكن يعني ولا يعقل ولا يقبل أن نبقى هكذا خارجين عن العالم منعزلين لوحدنا، لا يمكن، لا يمكن. فالشباب له الحق في الحياة، ويعني وكفى من التحنيط. فيعني هذا الكهنوت يعني الآن اصطدم بفئة ولو أنها قليلة، هذا ما أريد أن أوضحه للشباب. الكهنوت الآن اصطدم بهذه الفئة المتعلمة، طبعا هذه الفئة
مفكرين، أدباء، فلاسفة، أساتذة باحثين، دكاترة، أكاديميين، أطباء، مهندسين، وجل هذه النخبة جلهم مهندسين وأطباء وأساتذة باحثين جلهم، وفيهم مفكرين وفيهم أدباء وفيهم فلاسفة كذلك. ولو أن هذه النخبة قليلة لكنها نخبة تفكر وتستخدم العقل، ونخبة ذكية، ونخبة على الحق، ونخبة تبتسم، ونخبة لا تشتم ولا تسب الناس ولا تكفر أحد. هذه النخبة في مصر وفي السعودية وفي الإمارات وفي سوريا وفي الأردن كذلك، وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب، هذه النخبة الآن من هؤلاء الدكاترة والمهندسين والأطباء والأكاديميين والمفكرين الذين بدأوا ينشرون الوعي في هذه المجتمعات. فلاحظوا الآن، لأن الكهنوت يستولي على الخطاب، الشباب انتبه، الكهنوت يستولي على الخطاب ويستولي على الإعلام، ولديه المال ولديه الوقت، لأن ما عنده ما يدير، لديه الوقت، عنده حاسوب وعنده جوال، يعني قابل غير هذا، غير التكفير. الآن بدأوا، يعني لاحظوا ماذا وقع في المغرب، أن قامت الضجة حول المدونة، بدأوا يخوفون المواطن، بدأوا كيحرضوا المواطن، بدأوا كيحرضوا المواطن، أقولها مرتين، والمواطن يجب أن يكون واعي بأن هؤلاء يكذبون عليه، وهؤلاء يضللون، وبأن هؤلاء رؤوسهم فارغة، أي في النسخوة أوري لي، ولا يعني نص فكرة، يعني ربما يكون في عليه، ربما يكون في تمطشت. فهذه عقول خاوية أيها الشباب، عقول خاوية لا تفيدك بشيء. فبدأوا الآن هذه النخبة التي اصطدموا بها اصطدام قوي، وليس سلاح التكفير، انتهى، ما بقاش خدام. كفروا الدكتور محمد فايد، وهو آخر من سيكفرونه، آخر من سيكفرونه الدكتور محمد فايد. انتهى التكفير، انتهى الكذب على الناس، انتهى التضليل. يعني الآن لما الناس لم يتبعوهم، لم يصدقوهم بأن الدكتور محمد فايد كافر، بأنه ملحد، ما صدقوهمش. الآن يعني ارتبكوا، من شيخ وجدة حتى الشيخ مراكش مرتبكين الآن، لا يعرفون كيف يتكلمون مع الناس، يعني وجوههم مكفهرة ويتلعثمون في الكلام. لاحظوا كيف يتكلمون، من قبل كانوا يعني يتبجحون علينا، الآن ما بقوش كيعرفوا يعذروا. شيخ وجدة تلف، ما بقاش يعرف يهضر كاع نهائيا. شيخ وجدة تلف، عملية حسابية، القسم الابتدائي، احنا درسنا هذا الجبر، درسناه في الابتدائي، الحساب، الكسور، كيف نختزل الكسر. وتتكلم على العول، بأننا احنا ما عارفينش العول، بأن الإرث ما عارفينش، يعني نختزلوا الكسور، بأن راه انت اللي زرق في الحساب، راك انت اللي زرق في الحساب، سير تقرا عليك. احنا ما نعرفوش نقسموا الورث، يعني شوف عقلو شنو تيقول لي. فهذا الكهنوت الآن يضلل الناس ويكذب على الناس، لأنه يستولي على الخطاب، المساجد والدروس الدينية ومحو الأمية والتجمعات والعقيقة والمقابر وسوق الخضر وسوق الثياب وهذوك الفراشات اللي في الأرض، كلهم كهنوت. هذو يتكلمون مع الناس وعندهم جرأة، عندهم جرأة، يتجرؤون على الناس، وعندهم سوء أعداء، وعندهم قلة الحياء، كيجر الشخص وتيقول له واش كتصلي، عندهم قلة الحياء هؤلاء. فالآن بدأوا علينا، بدأ الآن استنفار، يعني خوفوا المواطن من المدونة، سيغيرون الشرع، سيحطمون الأسرة، سيبيحون العلاقات الرضائية، يعني الأسرة ستتخرب، هذا كله كذب، كله باطل. يكذبون، لماذا يحرضون الشعب، يحرضون المواطن، تصدر لماذا يحرضون الناس، مدونة علمانية، يريدون أن يخربوا الأسرة، يريدون أن يخربوا الإذاعات، هذوك اللي ما عندهم ما يديروا، دوك الشناقه ديال الاعلام، كاين شي اذاعات في الدار البيضاء والرباط، شناقه ديال الاعلام. يعني هاد كلمه شناقه خاصه بالمغرب، ها اخواننا في البلدان الشرقيه يعذرونا، نحن نفهم الشناقه ما معنى، يعني الان اللي كيتكلموا كلهم شناقه، يعني هذا الكعبوري قلنا له سير بيع وشري في الدلاع، هذا الكعبوري قلنا له ودي سير شري موس، شري سكين ورحبه البطيخ الاحمر الدلاع، والله يجي معاك تبيع وتشري الدلاح، وما تقدرش بزاف عليك باش تبيع وتشري في الدلاح. شنو الشناقه الان ديال اليوتيوب الان تيتكلموا، سبحان الله.
الآن هذه النخبة التي اصطدموا بها هي نخبة قارية، نخبة فيها مهندسين، فيها أطباء، فيها باحثين، بداو كيكفروهم ظلما، كي هاد الناس راه كيصليو راه مسلمين راه يؤمنون بالله راه ما عندهم حتى مشكل، بداو كيكفروهم بداو كيحذروا منهم الناس. الكعبوري قال لهم القرآنيين شياطين، هذا كلام، هذا كلام شخص يعني سبحان الله، شخص يعني حتى لسانه ما بقاش كيخرج الكلمات. اش هاد التلفت لفهاد الكهنوت هذا؟ الان تقول القرآنيين شياطين، وشو القرآني يعني شخص قرآني، على الاقل انك تؤمن بالقرآن وانك تأخذ القرآن كمرجع فقط ليس معه البصارة، هو تقول لك القرآنيين الان شياطين، هذا كلام. الشباب استيقظ من التحنيط، الان تقول لكم ملحدين، والان بداو يعني هذه الحملة الان الشرسة، علمنة المجتمع، العلمانيين سيستولون على المجتمع، الدولة العلمانية سيعلمنون المجتمع، علمنة المجتمع سيعلمنون المجتمع، هذا ما تسمع الشباب ليل نهار، وغادي يدخلوها لك في مخك، غادي يدخلوها لك في مخك، لأن الناس ما عارفينش بعد كلمة علمانية ما هي. العلمانية لا تنكر وجود الله ولا تنكر الدين، العلمانية لا تنكر الدين. علي المؤسس العلمانية راه هو ابن رشد، على الأقل الناس يفهموا العلمانية ما هي، كيخلطوا الكفر والنفاق والإلحاد والعلمانية. العلمانية بعيدة من كل هذه الأشياء هذه، وهم لا يعرفون معنى العلمانية، لا يعرفون معنى العلمانية، لأن رؤوسهم فارغة. أنا قلت والو يخف الناس إخوان أوري لي والو، ولا حتى ذاك المسائل اللي كانوا قراوها الآن مع الكبر تيوريقي مشى، هذه ما بقات والو مشى. فهذه المسألة الآن، هذا الصدام مع هذه النخبة المثقفة، النخبة التي تنشر الوعي، ويعني أعيد أذكر أنني سبق وأشرت إليها، هذه النخبة فيها مهندسين وفيها أطباء ودكاترة وأكاديميين وأساتذة باحثين وأدباء وفلاسفة، لا تنخرط في السياسة، هذه النخبة لا تنخرط في السياسة، لا تطمع في مركز في البرلمان، لا تريد مال، ولا تطمع يعني في مركز في الوزارة ولا أي شيء، لأنهم أدباء ومفكرين، هادو ما كيبيعوش الأفكار، هادو كينشروا الوعي للناس فقط، ويلاه متكفين مع الخبز اللي ياكلوا فقط. هما الآن تقول لك ممولين وعندهم منح ويحصلون على المال، لا زالوا يقولون مثلا يكذبون، قلت لك يكذبون على الناس لأن سلعتهم الكذب، يكذبون على الناس، يكذبون على الناس، يكذبون على الناس. الآن أصبح الناس كلهم لا يقدرون أن يعيش، المكالمات مسجلة والتحركاتك مسجلة وحساب بنكي مسجل ممكن يراقب في أي دقيقة يعني، وهؤلاء لا زالوا يكذبون. ولذلك قلت لكم بأنهم لا يستخدمون العقل، لا يفكرون أصلا. يا عباد الله راه يخف الناس إخوان، راه ما فيه والو طماطيشت. حنا الناس الآن في هذا العصر في الديجيتال والرقم، الناس يقول لك راه ممولين وتابعين لجماعات خطيرة وملحدين وشياطين، يريدون تخريب الدين، يريدون تخريب المجتمع، يريدون إدخال العلمانية، يريدون الإباحية، يريدون. هذا هو الخطاب الذي يلعبون عليه. لماذا؟ لأنه خطاب عاطفي، لأن المغاربة كيبغيو الدين، ليس المغاربة كل شيء، المغاربة والجزائريين والتوانسة والسعوديين والمصريين، كل شيء الناس كيبغي الدين، يحبون دينهم طبعا، لأن الناس هذه كيلعبوا لهم على العاطفة. تقول هذاك علماني، هذاك ملحد، هذاك كافر، واش غادي يعرف واحد في الجبل مسكين راكب على بغل غادي يسكي الماء؟ اش غادي يعرف الالحاد ولا العلمانيه ولا ماذا ما ولا القرانيين ولا التنويريين؟ ماذا سيعرف هذا الشخص هذا؟ حتى اللغه لازم يسول تاش الحيت ولا التمازيغ تعاد شوف شي كرا ولا شي، ومحال شي يفهم. والاخر يعني طالق عليه العلمانيه والملحدين والكفار لا ينفع ايها الكهنوت، ومن يدور في فلك الكهنوت، لأن الجماعات الإسلامية في المغرب كذلك انضمت إلى السلفية في المغرب رسميا، لأن انتخابات بدأت كتقرب، فقط غير باش نعطيهم واحد شوية المعلومات، الجماعات الإسلامية الآن في المغرب انضمت إلى السلفية، الآن أصبحت كتلة واحدة، ذاك ما نبغي. احنا بغينا حتى هذه الجماعات الإسلامية اللي كانت هي اللي كانت تزعم تجديد الخطاب الديني وكانت كتطلب بتجديد الدين،
الجماعات الإسلامية في كل البلدان من اللي ظهرت، يعني من وراء الثورة الإيرانية الجماعات الإسلامية هما اللي كانوا كيطلبوا بالتجديد الديني، هما اللي كانوا ضد هاد الكهنوت هادو. إيش معنى لماذا الآن اصطفوا معهم؟ لماذا أصبحوا معهم؟ لماذا يؤيدونهم الآن؟ لماذا يؤيدونهم الآن؟ يعني شيء غريب، وهذا هو الفخ اللي غادي لماذا مصداقيتهم إلى الأبد، مصداقيتهم غادي تمشي لهم. كاين الجماعات الإسلامية ولا حتى بعض الأحزاب الإسلامية في بعض البلدان مصداقية مشى، لماذا؟ لأنهم اصطفوا مع الكهنوت، وهم يعلمون أن الكهنوت يكفر جميع الناس ولا يقبلون إلا بعضهم البعض. السلفيين ما كيقبلوا حتى واحد، ونتحدى واحد في مصر ولا في السعودية يقول لي بأننا نقبلوا الناس. السلفيون هما الفئة الناجية، هما المسلمين، الآخرون كلهم يعني درجة ثالثة، ولا يعني ربما يجوز قتلهم لأنهم ليسوا مسلمين، يعني كيقولوا فاسدي عقيدة. لا يؤمنون إلا بجماعتهم يا عباد الله. الناس ما قارينش على السلفية وما كيعرفوش السلفية ما هي. اقرأوا من أحمد بن حنبل حتى الآن وسترون العجب العجاب. هؤلاء خربوا الدين من البداية، من أحمد بن حنبل خربوا الدين إلى الآن، والناس كيقول لك هما اللي الآن يتهمون هذه النخبة التي تنشر الوعي بأنهم يريدون تخريب الدين. نحن لا نريد تخريب الدين، نحن نريد الدين الصحيح، وليس دين ابن تيمية، وليس دين الألباني، وليس دين أحمد بن حنبل. نحن نريد الدين الصحيح الذي جاء في هذا الكتاب فقط. ياك هذا هو اللي نزل علينا الله، هذا هو اللي نزل الله من السماء، أن نريد هذا فقط، ولا نريد علف الدولة العباسية اللي قهروا به الناس هذا. والآن تقول العباد الله هذه الجماعة هادو اللي كنشروا الوعي والتنويريين وسموهم القرآنيين، كيخلوا سميات صافي. أنا ما قرآني، ما ملحد، ما علماني، أنا حافظ كتاب الله، كنصلي، مؤمن، أؤمن بالله وبرسوله، ما عندي حتى مشكل. دكتور فايد كافر، لماذا كافر؟ فلماذا كافر؟ لأنني كنت محنط واستيقظت كفرت. نعم صحيح، كفرت كفرا شديدا بدين ابن تيمية، كفرت بالألباني الأعجمي الذي لم يدخل المدرسة ولا يعرف يتكلم اللغة العربية، ولا أرضى للألباني بأن يعلمني ديني. لا أرضى للألباني الأعجمي الذي لا يعلم شيئا، البطاطيس، لا أرضى بأن يعلمني ديني وأنا دكتور. فالآن هادو الآن راه اصطدموا بهذه النخبة الآن اللي بدأت توعي الشعوب، وهذه النخبة هذه ما عندها لا سياسة ولا تريد منصب ولا تريد مال ولا أي شيء. الشباب ما يكذبوش عليكم، ممولين ومعهم أمريكا والصهيونية، لأن عليهم هما ما عندهمش فكر، ما يقدروش على الحوار، ليس لديهم جديد، ليس لديهم ما يقدمون، ما سلاحهم كان دائما الكذب والتضليل. كيضلوا الناس يقول لي هذا كافر، ويتهنى هذا الدكتور فايد كافر، ويتهنى صافي، يخلي الناس يسبوه، يخلي الناس يسبوه من داخل المغرب ومن خارج المغرب. حتى الجالية في أمريكا وفي أوروبا كانت كتسب فايد، ولا زالت تسب وتشتم. الناس يعيشون في أرض الحضارة ويسبون الدكتور محمد فايد في الولايات المتحدة، في اليونايتد ستيتس الآن، ويسبون فايد لأنهم محنطين. حتى في أمريكا محنطينهم، لا يعلمون شيئا. كان يعني شي وحدين تخرجوا لي أنا من الولايات المتحدة، شي مغربيات تخرجوا تيسبوا يشتموا، أنا ما ليس بيني وبينهم أي عداء، كيسبوا يشتموا، لا يعلمون شيئا عن دكتور محمد فايد. أسمعوا فايد كافر وبدوا كيسبوا. هذا هو السلاح الخطير الذي كان يستعمله الكهنوت ولا زال يستعمله، أنه يكفر الناس. ولكن أقسم بالذي لا إله إلا هو، ولا آخر واحد يكفرونه هو الدكتور محمد فايد. انتهى التكفير، يعني بدون أن. والوعي الحمد لله، الوعي ماشي، والناس كيوعاو، ناس كيوعاو. شخص يعني واحد الجرأة، واحد قلة الحياة، واحد سوء التربية في هاد الناس هادو، لا حول ولا قوة إلا بالله. شخص كيتجرأ عليك، ما عمرك جبدتو، ما عمرك تكلمتي عليه، ما عمرك قلتي سميتو، ويسجل فيديو فلان شوفو كافر وتيقول وكذا. هو كيدافع عن الدين، بأنه كيدافع عن الدين. شكون انت اللي تدافع عن الدين؟ من أنت حتى تدافع عن الدين؟ شكون وكلك؟ شكون اللي وصاك؟ شكون اللي على هذا الدين؟ ودافع عنه، شكون انت تدافع عن الدين؟ من أنت ومن تكون في خلق الله؟ انت تدافع عن الدين، وكلهم كيقول لك ندافع عن الدين.
الناس راه الناس راه الوعي عباد الله، راه الوعي هو السلاح الوحيد في هذه المجتمعات الاسلاميه. صح، يعني الطريق الوحيد اللي رجعنا ليه هو نشر الوعي في الناس. المواطن العادي يجب ان يعلم مع من هو. اما جالس امام الشيخ وكيشوف فيه بانه ذاك عمر بن الخطاب ولا ذاك الملك اللي يعني كيتكلم بالدين، وهذاك هو اللي كيغتصب، وهذاك هو اللي كيكذب، هذاك هو اللي كيغش، هذاك هو اللي كيزور زيت الزيتون وكيزور العسل وكيزور السلع، هذاك اللي انت يعني كتسمع ليه. فالناس هاد يعني هاد الناس هادو اصطدموا بهاد النخبه الان، بداو كيكفروها وبداو كيلعنوها ويشيطنوها ملحده علمانيه مموله مع الصهيونيه قدام. انا اقول لكم بحثوا عن شيء اخر، اما هذا انهزمتم. المغاربه عارفين شكون اللي ملحد وشكون اللي كيصلي وشكون اللي كيتقى الله. ما غاديش تضحكوا عليهم وما غنخليوكمش تضحكوا على المغاربه ايها الجهلاء. يعني بداو تكفروا في الناس، بداو هذاك ملحد هذا كافر هذا علماني ظلما ظلما. كاين الناس هنا في المغرب المغاربه كلهم كيقول لك ملحد كافر ظلما ظلما ظلما، لان الكهنوت قال فلان كافر. ولكن المغاربه تيقنوا شويه، تيقنوا استوثقوا يعني وتبينوا، ماشي على الكهنوت يقول لكم فلان كافر تقولوا كافر، فلان ملحد صافي ملحد. راه كيضحكوا عليكم، راه كيحنطوكم، الكهنوت كيحنطوكم، رسوم خاوين. انا قلت لك والله يخفي نفسي خواه، والله ما فيك وري لي الاذى، ومع ذلك يحنطوكم. راه لا يمكن، لا يعقل، راه لا يعقل، لا يعقل، يضحكوا عليكم. كون عقاري الدين، ليس نحن نريد الدين الصحيح، الدين الذي انزله الله سبحانه وتعالى فقط فقط. لا نريد مؤلفات الفها البشر جيت طبقها عليا انت، وهي اللي يعني خلات البلبله في هذه المجتمعات هذه. فهذا يعني الشباب احذر هذه الخطابات، لانهم كثار، هما كثار وعندهم الميديا وعندهم. احذر الان، تيقول لك راه فلان كافر فلان ملحد، علمانيين شياطين يريدون علمنه المجتمع. يعني علمنه، معنى علمنه المجتمع؟ شنو هذا الكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ هذا السخافه، هذا الجهل هذا في الناس. علمنه المجتمع، معنى علمنه المجتمع؟ يعني سبحان الله، راه الدنيا خلق الله علمانيه، من اللي خلق الكون خلق الله علماني. تريد ان تفهم العلمانيه؟ يعني على الاسف الشديد. عموما انتبهوا جيدا لهذا الكهنوت، راه كيكذب كيكذب كيكذب. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.